سمعيني. مساء الخير عمي كريمو. ماكيش بين هادو اليامات الغالب وما ما تخلينيش نخرج غير باش نقضي لها. يا قلت لك لمحي لها على الموضوع باش تهضر مع باباك ونجيب امها. بصح خايفه بابا ما يقبلش. علاه؟ على خاطر ما راكش خدام. لا الخدمه ماشي مشكل، صاحبي غادي يخدمني معاه. صح yeah. هذا وين جي؟ اختك راهي تسنى غير في الخبز باش تشرب حليبها. طولت عند الخباز، سنيتو حتى نخرج الخبز الجديد. الغلطه مني هنايا، الخطره الجايه خلاص هي اللي تجيبو معاها. واش الخبز بالسكر ما كان لا زبده لا معجون؟ لا ما روح نشيلها معجون. صح صح ربي دوما تسع. صح بارك الله فيك، عطيك صح. مع من كنت تهدر يا راجل؟ نقول لك مع من كنت نهدر؟ هذاك سليمان ولد الحاج، مصيبة مصيبة كبيرة، كره لي حياتي. لقاني طالع وهو هبط، ومن بعد دارته يطلع معايا، وكي يطلع معايا باش يقول لي. واش راك عمي عمر؟ لاباس عمي عمر؟ ما يخصك والو عمي عمر، يا ودي انا في قلبي نقول له غير خطيني برك خطيني. واش يكثر الراجل وزيد يقول لي. اخي ماكش عيان عمي عمر. معلوم ما يعرفش الراجل اللي ينوض يخدم من الصباح للعشيه، وهو قاعد نهار طول ما عنده ما يدير. راهو قد 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 الثور يضرب الحيط هذا يريب. نقول لكم يا بناتي مزيارة ماهوش ولدي، يا والله العظيم وجابني غير ما يزيد يحط رجله في الدار هذه، يا يلقى خدمة يا يطيش روحه في البحر. بابا اقعد اقعد ما تقلقش. وانت علاه تقلق في روحك؟ احنا واش رحنا فيه؟ يخدم ولا ما يخدمش يعوم بحره. والله عندك الحق، اللي نقلق في روحي درك انا، يخدم ولا يندب، وانا واش راح لي فيه؟ وانت زينب وين كنتي؟ ضق خاطرها، انا بعتها تقضي. هذه الكل غلطه نتاعك انت، قلت لك ما تحبسيش القرايه. ها حبستي القرايه لقيتي روحك في الدار. اعطي اكثر ثقه لرفاقك. شبيبه تاهلت على حساب جونيبا المالي 2-1 هنا بملعب 5 جويلية و 0-0 بمالي. بينما الفريق المصري كان فاز على النادي يعطيه البالو مدغشقر ب 1-0 و 2-0 في الدورة الربع النهائي، ويتقابل مع الشباب في هذا الدور النصف النهائي. نقص تلفزيون نتيجة لحد الآن. حبيت تشوف الماتش روح للستاد. هدف لهدف هني نقرا لحال اللعبة كل تمرش الكرة تبقى اللي حاب يقرا قرا بكري. ماتش كيما هذا حبيبي ما يتعاودش. تدخل في المستوى من لاعب فريدة، جيب لنا شوية قهوة. ممتاز لاعب دولي على كل البريق اللي طيبته راه كملته ما نزيدش نطيب. راني مشغول. اسمع طفل، انت واقيلا راك حاسب روحك راك في قهوة وحنا قهوتيات تاعك. يما الله يخليك، باقي ربع ساعة يخلص الماتش ونخرج. يا وادي ماجد الخالي موح، اشرب وروح. سمعت ولا؟ سقط على أرضية الميدان، لا هي الأسباب. رحوا ستيفان. اسمع تفل، وراك راي؟ وراح نشوف وين نقفل على روحي باش نقدر نقرا. يشتكي من استدامه بأحد اللاعبين. المهم ترجع البياه إلى مجاليها وترفع الكرة عالية ولن يخلع. غريبة
كرة من ذهب بيع هكذا لفريق شبيبة بإضافة الهدف الثالث من مولير دوب. أنا ما ركزش مولير. انا الطفل هذا راني حير كيفاش ندير معاه، راه يقول لي راسي نحوزو من الدار وخلاص. لو كان ما جيتش حاشم كلام الناس. اسمع نقول لك كلمه، خلي لي الطفل هذا تركيله، ما تزيدش عليه همك انت. هو بعد لا زهر لا عقوبه وهنا جابو. ياك تشوفوا المخلوق منين راه حوس على خدمه هي اللي كان مشاكل، واش راح يدير اخويا؟ انا واقيلا الطفل هذا نروح نشوف له طالب يكتب له ولا يرقي له ولا ينحي له هذا النحس. اي خلينا من الكلام هذا، ما عنده حتى معنى. الراجل راه صايبه خبزه، ما يخصو والو من القهوه للتلفزيون. شوفي اليوم ما يكونش راح شاف السيد هذاك ما تفرش معه. والله غير ماتش هايل، كنت متاكد بلي غادي يدو الكاس. يدو الكاس يا هما بقى لي يدو الكاس والطاس، وانت بعد حصد البسبلاس. شيخ راك زعفان عليا. ايه هادو سنين وانا زعفان، واش قولي كاش ما درت فيها ولا؟ ايه راك على مول الحانوت ورحت شفتو. واه هذاك عنده مشاكل كبار مع الخدامه نتاعو، كلهم يدخل واحد جديد يتهمهم بالسرقه. وانا نقول لك والله يتهمني، نقسم لك بالله ما سكت له. ايوا هذا ثاني لقيت له الحجه. ها ومولود رحت شفتو ولا لا؟ هذا شحال وانا نتكلم معاه باش تروح تخدم عنده في الكراج. شيخ نقول لك الصح، انا ما نخدمش عند مولود، راك تعرف خير مني، يضل يحرط على الخدامه نتاعو. بصح نقول لك نروح نخدم هكذا نبين لك باللي ما رانيش ضد الخدمه. اسمع اسمع، هو على الاقل يخلص الخدامه نتاعو كل شهر بشهر. ما يكون غير خاطرك الشيخ، من غدوه نصبح في الخدمه. يا بصح شوف، إلا كان عارف روحك ما تقدرش ما تديرليش مشاكل مع حبيبي، رد بالك أطفل. شيخ ما يكون والو، أنا إلا كترت نخلو للكراج ونخرج. استغفر الله. يلو كان نرجع خماس. اسمعي يا طفله، واش بيك نهار كامل وانتي وقفتن؟ نهار كامل وانتي في البالكون بزاف ادخلي، ما على بالكش اللي دار البنات الناس كامل عيونهم عليها؟ ادخلي وردي بالك زين نشوفك تم. نهار كامل وانتي تعسي فيا، انا كرهت الواحد ما عادش يقدر يتحرك خلاص في هذه الدار. على خاطر يو كان درتي كيما صحاباتك وكيما اختك وبقيتي تقراي، يو كان درك عندك سبه باش تخرجي، فهمتي؟ انت ليلى بين ليله ونهار بطلتي القرايه وبقيتي في الدار. ما اتطفرت درك. ما اتطفرت ما والو، علاه ما ديريش كيما البنات الكل؟ تعلمي كاش حرفه كاش صنعه تصيبها العقوبه. ها كاين الطرز كاين الحفافه كاين الخياطه. ندير الخياطه باش الفاميله كامل يجيو يخيطوا عندي باطل ويديروا لي كيما داروا لبنت خالتي. لا يما انا ما تساعدنيش وزيد ما نقدرش نصبر للخياطه. واش حابيني نقول لك يا بنتي؟ خلينا من هذا الموضوع مادام جوابك ديما هو هو. يلا روحي شوفي شغلك. واش راكي بشرى؟ لاباس. ها ما راكيش قاعده تباني. وين رحت راني هنا؟ سلم باك. لا لا العام الجاي. وعلاش ما راكيش في نفس السنه مع مراد؟ مراد هذا العام يفوتو. ربي سهل عليه. ربي سهل عليه. واش راكي حاسبه روحك؟ انا نهضر معاك بالعقل وانتيا. هدني روحك هدني. واش بها هادي؟ كاين شي حاجه بيناتكم؟ جارتنا ما ديريش عليها. سمحي لي بشرى انا نروح نشوفك غدوة. واش هاد السيرك اللي دايرين في الطريق؟ هيا مشي للدار. سي خوناك بر وعاد يحوزني للدار، لو كان ما جاتش حاجه عيب. اسمعي دخلي ولا دق ما تفرش معاك.
اخي هاي يا اخي. على بالي هلا مرق مهبوله. عباك بلي مو الطوموبيل هنا قدام الكراج. واش ما نقدروش نريحوا شويه؟ ياك عباك بلي مو الكراج ما حبش كيخبطوا في طوموبيلات الناس. ما راهش هنا وزيد ما عنده ما يدير. ما عنده ما يدير. هيا خلاص كملنا. ما معليش نخرج نروح عند صاحبتي دليلة. ما عندك وين تروحي؟ هنا تقعدي. أنا ماما ما فهمتكش، من جهة تقولي لي تعلمي صنعة، من جهة أخرى ما كاش الخروج. وهذيك واش تعرف باش تعلمك؟ يما كون تعرفي، جات عندها واحد المرأة راهي تعلم فيها المجبود، قلت نروح نشوف بالك نبدا معاها. أنت اللي راح تعلمي، ما تعلمي حتى صنعة أنت. فهمتي؟ ما تتعلمي حتى صنعة، راني نقول لك. لا علينا روحي هكذا الخطره الجايه ما تقوليش ما خلاونيش نخرج وما تعلمت والو. صحيتي ما تبطايش سليمان ما كاين والو. انت واش عارفك بهاد الهضره هذه؟ شكون اللي ما على بالوش؟ والمعلم على بالو يشير على بالو سيد الموتور كينو يقول لك واش من الطوموبيل اللي ناض تحوش ما على بالوش بك واش راك دير. اللي ما عندي ما ندير به هو على بالي ومن بعد. المهم انتم على بالكم. انا على بالي من داك النهار. وها واحد فيكم يهز عينيه لبالكم. عباك بلي خاطينا جاج من سليمان خويا. ما راني خارجه روحي اقفلي الباب. اسمعي هاكي جيبي لي زوج تيفانات وكيلو بطاطا. معليش بقى على خير. سلام. مع الخدمه سليمان. راني كاره حياتي فيها بصح واش ندير؟ لا غالب لازم نخدم. على بالك بابا حاير فيك كيفاش طولت مره هذه في الخدمه بس مانيش فاهمه على ما يحملكش. خلاص ما تقلقيش روحك يجي النهار ويلح مني بالسيف عليه وانا ما راح نرجع نسيبه. اسمع اليوم راني رايح نهضر مع الدهره مره مريضه بزاف على حساب الطبيب راح تحكم البلاصه. ربي يجيب لها الشفاء. سمعت ما تحكي عليها. لازم نتزوج مادامها قادره تحرك. ان شاء الله اللي فيه الخير يجيبه ربي. سليمان سلم على امك وقولها ربي يجيب الشفاء وعلى خواتاتك البنات. واش راكي بشرى لاباس؟ لاباس. هاد العام الباك راك مش دار حق شويه؟ على خير. واش فيك طولتي؟ لا لا قاعده تقصر مع سليمان كان يحكي لها على امه هكذا قالت. اسمعي ما نحبش نزيد نشوفك واقفه مع ذاك الشخص فهمتي؟ على بالي جيران وما فيها حتى حاجه بصح باباك ما يحمش سيرته. ايه واش قال لك على امه؟ ما راهيش مليحه قال لي بلي الروماتيزم مشى لها في العظم وما تطولش وترجع باراليزي. لازم نروح نشوفها وين كان جني ما يتلاقاش. خلاص مع جنها ما نحملهاش على طول لسانها وقبحتها بصح لازم نديروا الواجب. اهلا اهلا البجاري العزيز. واش راك جاري؟ والله الا باش فين الخيبه هذه؟ يا ودي راك تشوفها سي. هاي نمشي معك. هاي هاي
هذه غيبة يا عمر يا خويا. اه يا حسرة، ساكنين في باطيمة واحدة وما نتلاقاو غير في الطريق. يا حسرة والله يا جاري العزيز، انا تني والله نتوحشك ساعة ساعة. بصح الله غالبك، شوف الوقت كلنا الوقت ياك، شوف قريب نعجزو وما زلنا نخدمو. هذه حالة اللي عنده العيلة. يا ودي واش راح نقول لك يا عمر اخويا، انت لابد عليك تخدم على خاطر البنات تاعك مازالهم صغار ولازم عليك تخدم عليهم. واش نقول انا؟ لا يا سيدي، يا اخي سليمان الله يبارك يخدم يعاونك شويه. يا سليمان واش يخدم؟ يخدم نهار ويبطل عشرة. سمعت عمر اخويا درك ممكن راه بطل الخدمه تاعو، وخوه هذاك ملي زوجته رحل ما تفكرناش حتى بمصروف. والو 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 عمر اخويا سبحان الله. نقول لي حبيت نسقسيك الله يعيشك. ايه العجوز برك سمعت بها شويه مريضه مخي لاباس ماهيش مضروره بزاف. واش نقول لك يا عمر اخويا، رايحة ويزيد عليها الحال. سمعت ولات ما تقدرش تنقذ حتى دارها. وعلاه سيدي؟ مخي عندك البنات يعاونوها شوية. يا عمر يا خويا أنا البنات ما حبيش نشغلهم خلاص. علاه؟ سمعت إي وحدة راهي ستاج وهذا العام تكمل وتبدا تخدم والأخرى تقرا. عم بالك أنت كيما بنات السبتي ما شاء الله. صح. ها؟ صح صح. صح. واحدة طبيبة. الله يبارك. والأخرى أفوكات والأخرى ما نعرف واش. يا وتبدل الزمان. سمعت عمر اخويا، ولينا نقولوا البنات خير من الاولاد. والله يا عندك الحق، رانا عايشين في واحد الوقت صعيب صعيب بزاف. واش حاب نقول لك يا جاري العزيز، ربي بقينا ستر. انا راه يقول لي راسي تعرف كيفاه يا عمر يا خويا، نزوج سليمان هكذا نلقى له مراه تساعد العجوزه. حبيت تزوج سليمان؟ ايه. وكيفاه يا جاري العزيز، كيف هذا الطفل لا خدمه لا قدمة حتى من روحه ما هوش مقيمة وزوجه. إيه أنا نقول بلا كي نجيب له المرأة ونزوجه يحط راسه ويعود يخدم. سمعت نشوف له مرأة ما هيش قارية، ما تدخل ما تخرج، هكذا تقعد مع العجوزة نهار طول وتساعدها وشغل تعب. بصح يا جاري العزيز قول لي، وين راح تلقى أنت المرأة هذه اللي راح تقبل لك باش تجيك خدمة، وبالأخص في الدار اللي فيها البنات؟ بلك نلقاو بنت الحلال. يا عمر يا خويا وانت كيفه، نحيت رحمه ربي خلاص. ها والله ما نعرف واش واش نقول لحبيبي. ربي ان شاء الله يطيحك في بنت حلال ان شاء الله. لقيتها. سلام، واش الحالة؟ صافا اخويا الحمد لله. لاباس صافا وانتوما؟ الحمد لله صافا. لاباس. ايوه سليمان عندي هضره معك. غير الخير. نحتاجك سليم اخويا. انا خليكم حشين ان شاء الله في القهوة. هيا صحيح على خير. سلام عليكم. حبيت نسقسيك زينب بنت عمي عمر، راك حاط عينك عليها ولا راك تسقسي؟ عندي واحد الانسان حبيبي وراه ناوي يخطبها، ولد فاميليا كاع رانا ولد فاميليا. وقول لها هذا حبيبك لو كان يزيد يحط عيني من هذيك الجهه راه يخلصها غالي. ما تغشش، راني غير نسقسي فيك وانت راك قصدها تاع صح. نستنى ان شاء الله لامي ما تريح ونتقدم لها. واني غادي تولي رسمي؟ معلوم رسمي. كيفاش بانت لك نبقى عازب انا كيما خيي؟ انا خويا عرس مطردك ان شاء الله. ان شاء الله رشيد، السهره تاع العرس عليا ان شاء الله. اه كلمه طاحت. ها تعاود دور في كلامك. هيا نخلص عليكم قهوي. راكي واجده نروحو نطلعو على جوهر؟ راني واجده. جوزي ريحي. اصبري عليا شويه برك، بعد زينب تشري لنا شويه قاطو، ما ندخلوش للمراه يدينا فارغين بعدا. اسمعي الطفله كبرت لازم تحكم شويه الدار. بوي لا زينب كبرت، ما زالت في عيني صغيره. الطفله راح تمديها وتقولي ما زالت صغيره. شكون قال لك راح نمدها؟ انا سمعت. واش سمعتي؟ قال لي وليدي راح يخطبوها. وما قال لكش لمن؟ ايه واقيلا كان يهدر على الزيب تاع الغيت شوسي. هذيك صح مدوها، والسمانه اللي فاتت قطعوا الشرط، والصيف الجاي ان شاء الله يرفدوها. هاني جيت. السلامة بنتي. شراكي؟ ما عليكش؟ الحمد لله. زينب كبرت الله يبارك، راهي مرة وانت تقولي ما زلت صغيرة. دوك
نحمل. قريب ان شاء الله. ان شاء الله الا كتب ربي. شي ما راهو بعيد عن المكتوب. ان شاء الله يا بنتي ان شاء الله. هيا روحي وش نقولوا بكري. اي صحه بنتي. تحوس تفهم كل شيء وعلى بالها بكلش، بس حيجي النهار، يجي النهار ويعرفوا كامل. ولي انا دوك برانيه حتى تجي تطل عليا تجيبوا لي قطوة. ما شقينا ما والو. واش راكي لا جوهر؟ والله ما تسالي يا جارتي العزيزه، الحال من راح يزيد عليا. انتي باش نجيب كاس مال عمري عدت ما نقدرش، الركبه حبست الله غالب. علاش فريده بنتك ما رايش معاك؟ فريده المغبونه ايه حبست القرايه على جالي. ما كاش غير القرايه للطفله. حقه سمعت على مورد تخلعت. ليه واش كاين خويا؟ على الباك اللي ما داش. سكتي ما تفكرينيش مريم. بصح بصح والله لا تاسفنا له كامل. صح كيفاش هذايا؟ يقرا مليح وحط راسه، حتى من بشرى قالت لي الاساتذه كلهم يحبوه. صح صح وليدي الكل يحبوه. او الزهر اللي ما كانش والله يا وتشوفيه غير حالته تشف. واش قرا وليدي واش سهر واش وفي الاخر ما جابوش. وانتي الباك دوك شكون اللي يجيبه؟ يجيبوه اصحاب البيستوات. لا بيستون لا والو، مازال صغير ويجيبو العام الجاي ان شاء الله. يا ربي يهديك. شوفي ولد جارنا هذا لهنا في الحومه اللي مدير الحوانت وباباه تاجر كبير، وراسك غير راح شرع الباك لبنو وهي تقولي لا بيستون لا والو. يا وانت يا كي مازلتي نيه. هذا كلام تاع ولاد الحومه برك، غايرين منه هذا مكان. الله لا يوصلهم حتى يوصلوا مراد ابني في قرايته ولا في كل شيء باش يغيروا منه. مانيش على مراد يا مراد. ومن على مراكي. انتوما يا مينا ما عرضتكمش الجيريه تاع بنتها؟ يا ما عرضت حتى واحد في الباطيمه. وكيما راهي تقوله قالت لك ما ندير والو. انا تعمل فيا مزيه غير ما تعرضنيش. ناقص مصروف. مساء الخير عمي عمر، واش راك لاباس؟ مساء الخير يا وليدي، مساء الخير لاباس الحمد لله. واش قاعد وحدك غير الخير؟ لاك تعرف العاده كي نخرج من الخدمه ماذا بيا كان نقعد وحدي ونركع شويه ونخمم شويه نلقى روحي. هي لا شفتك وحدك قلت نجي نريح معاك شويه نونسك. لا 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 ما تريحش معايا بارك الله فيك. انا ماذا بيا دائما نقعد وحدي. كنت تروح شوف تنجي اصحاب العمل الكل يقولوا لك هادو هما عوايد وعمي عمر. نخرج من الخدمه نقعد مع راسي كنرتاح. روح يا وليدي روح روح ربي يحفظك. روح روح عمي عمر. كش ما تحتاج خدمه في الدار ولا سوديره ولا راني هنا؟ يا ولدي ما نحتاج والو، الدار راهي لاباس بها. وكون نحتاج حاجه نقول لك والله نعيط لك. بارك الله فيك يا وليدي، اعطيك صحه. اعطيك صحه روح. صحه عمي عمر. صح عمي عمر، عندي تويو تاع نحاس جديد، واش قلت نعاودك لاستالاسيون تاع الدار؟ يا ولدي واش ندير بالتويو تاع النحاس؟ حكموا ليك يرحم باباك. روح يا ولدي خليني في حالي، الدار ما هي محتاجه بوالو. هكذا شوف زيد نقول لك حاجه، نهار نسحقك والله نعيط لك. روح يا ولدي خليني في حالي، روح امشي. صباح الخير عمي عمر. يا اخي حاله يا اخي، واش يسحق عندي هذا دوك؟ خلاص راني قررت. حبت الزوج على مراد الله، ولكن وليدي ما راش كيما ترزل كيما لازم الحال. بصح كيما يقولوا للضروره احكام. لا لا خويا ما تزيدوش تكلحوني، المره هذه انا اللي نخيرها وكيما يحب خاطري ثاني. واش ابني راح دير لي كيما خوكو؟ راح هو اللي خيرها والنتيجه بعدتو عليا. تطلعوا تشوفوا غير في المناسبات يا مرن علي الشيطان. ما بعدات وما والو، انت ولدك وتعرفيه يا ما يحبش يخلط. المهم انا اللي خيرها وفرات. قول يا سليمان واش رايك في ايمه؟ ولا لا لا خلينا منها، تاخذها خالتك هذيك يمشي يبتها، وزيد ثاني كون غدوه يصرى مشكل في العائله ولا مش العائله كنت تدخل في بعضها. نشوف لوليدي وحده برانيه ما تعرفني ما نعرفها ونقول لك الصح الصح باش ثاني تخدم عليا. المشكل هذا خليه عليك انا، ومن غدوه نبدا نحوس. نهار نلقاها نين على مولاتي. ما تحوسي بوالو، راني حاط عيني على وحده. كبرت وعدت عرفت خيرها. يا مرا يا مرا خلي الطفل يهدر يا سيدي،
إلا كانها بنت عائلة وراه المشكل. هاي هي وشكون هذه؟ زينب. زينب بنت خالك؟ زينب بنت خالك مخطوبة بني تا واش بيك تاني تخلطوا الخطوط ولا كيفاه؟ على بالي ماشي زينب بنت خالي، زينب بنت عمي عمر. زينب بنت عمر؟ علاه بني تاك هبلت؟ انت الطفله هذيك امها وما قدرتش عليها. ما قبيحه ما والو، تبان برك وقادره تغير. انا امها ما نتفاهموش، سمعت والله. وزيد تجيب بنتها لداريا تقعد نهار كامل وقفت عند راسي هنا، نهار هنا ونهار ليه. يا امه هذا ماشي مشكل، ولا جات على القباحه انت تاني ماشي سهله، وكاع صحاب الباطي ما يشهدوا. يا ويشهدوا على روحهم، انا ندافع على حقي، سمعت والله. وزيد عبلي عليها دير لي هكذا عليه. ها واش دينا احنا دوك البنات الجيران؟ لو كان بعده ماشي خير. ها يعتر انت اللي راك ساكت. انا نسكت خير. سمعتي هذه هي على خاطر الطفله انا نعرفها بنت عائله وما يخصها حتى شيء. يا المشكل تعرفي وين؟ او في ابنك. سمعتي واش اللي حبيتوني نربح العداوه مع حبيبي عمر؟ هذا قدام من سنه واحنا مع بعض. لا 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 هذه ما تقوليها لي لا انت ولا ابنك. شوف وليدي انا ما نقصدش، خليني نخمم ومن بعد نتكلموا في الموضوع. يا واد وزهري انا من دوم البنات الكل راح خير لي هذه. تعرفي كيف يا مرا؟ انا راه مشكل اخر في راسي، مو حال سليمان يتزوج ويدير مرا، وعلى بالي المرا اللي يجيبها راح تمرمد معاه. انا واش نقول لك، العيشه راهي قربت، روح نتوضى نصلي على روحي. ربي يقبل. اللهم امين. غير زينب بنت بايا اللي ما تدخلش داري.